اللي مش جابرين فيه قضية تتعلق بالدم، تتعلق بالنسب، وكيف كان من الذكر ذكرنا البكاي والهاب والزلمة وغيره، ضمن الناس اللي لا أنساب بينها، ذيك الناس يوم الدين يوم تبلى السرائر، لغير في الدنيا لابد من عدو مستشعرين أنسابه، لغير من اللي مستشعرينها ما هو بنية إضرار بالآخر، ولا هو ما نضل إياك تعود في تنافر مع الدولة، ولا مع أي جهة، ولا سبب لي ضرر ليا كان سوى. احنا خلق هذا اللي خلق، وبالمناسبه اعزيكم كاملة، ما خالق حد من هذا المجتمع ما نعزيه في اللي نعرف من مصيبتنا، مصيبتنا كامله، وطبعا نعزو المجتمع الموريتاني في اللي نعرف علن ما خالق مسلم مولانا يقد يعود يبقي سفك الدماء به اللي شيخ ابو الاخطور رحمه الله عليه معروف بالفصاحه ويشرح القران كامل في مسجد سيدي ومولاي عليه الصلاة والسلام، ولين يلحق ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، ما تلد بالترقى بدمع. فالأحرص صوروا لي الفساد يعود الغدر وبيطرح. طبعا احنا كمجتمع هذا فيه مساس بهيبتنا. والهيبة هم اللي كانوا الوالدين يسولوا عنه. هو اللي كان يقولها ولد العباس رحمة الله عليه لقليط دينه يدفه. لين تعود الهيبة ما ثلاث خالقة الدنيويات ما هي مهمه عندنا كامل. فينا اللي الدنيا ما هي مهمه عندنا. وهذا هو تذكروا احنا هكا بالشرق ذكر عبد القادر والفرح رحمه الله عليه ياسين يقول في مفاوضاتك الساعه النعمه تنتسب لله الموريتاني يقول لهم اوه هاي الارض اللي هي سمعنا ينباع فيها اللبن شمالك احنا بريدين ينباع فيها اللبن ما نعود تابعين لها. معناها بعد ياسر من المعنى والتمسك به اللي معاه ما تقدر تعود الارواح تزهر بهذه الطريقه وكان شيء اللي يقول. وعلى هذا الاساس احنا كاسره ذات حاقدين اللي حاقدين وحامدين مولانا عليه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح خير مما يجمعون. معناه ان موحدين مولانا ومستحضرين نعرفون كاملين ميتين وجزا الله خيرا الوالدين اللي ربونا المامي يلا قاع حد يبات ما هي نقعد مخليه وصيه. سيد ابراهيم رحمه الله عليه امشي قاس ربه ما خلانا شي ذاك سجون والحمد لله شاهدين على الشهاده واثقين في الوعد اللي اعطانا الله وتمنوا منه فقد جعلنا لوليه سلطانا. معناها ذاك السلطان ان احنا يقال لكم كاملين وهذا هو المهم اولاد المهم فيهم والدنيا الا هذا هو المهم فيه. احنا ميتين كاملين باللي قال للرسول كتاب مؤجل وقالوا في امتى فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت. هذا باطل معزيكم به وسخوا لي اللي بقى شنو؟ اللي مطلوب على ان في المستقبل ما يخلق ذا في حد من الناس الثانيه. أنا ماني مستدعيكم هون لياك تعاونوني جزاكم الله خيرا وانتم أهلها فين يعود فهم شبر ضرر اليانا معنوي والله نادي والله الأسرتي والله الوالد سيدي والله لأهل العباس والله لأهل التار والله لأهل عمر بن سيدي أحمد نو والله لأولاد سيدي أبو بكر والله لأهل سيدي أحمد والله كنت كاملة نو اللي مطلوب هو علم في المستقبل نفكروا في طريقة نعودوا بها فهم حد أدنى من الوقار فهم حد أدنى من المهابة لياك لما يخلي معناها فم ردع لا بد من يخلق بين ما يخلق لا يتفسد الارض هذا هو المهم من اللي فات تخلق فات تخلق نختار نقول على ان ما عندنا معلومه قد نشاركوها معكم وعلى ان اطرا علينا في اثناء تحضير دعوتكم على ان الامور ماشيه في اتجاه سليم وفم اللي في الحقيقه على ان القضاء حالا ونعود واضحين فيه احنا فيها اولادنا ولا وارد أجلنا نعود يكون هم محل ثقلنا واحنا مولي في الحقيقة من يلا نعاون الله. والأهم من ذا كامل أن متأكدين على السيد إبراهيم رحمة الله عليه مو سياسي ما عنده مشكلة معاه مع أي حد وبالتالي مستحيل الدولة ولا حد قريب منها ولا الحكومة يعود عنده مصلحة في هذا. الجريمة تخلق احنا في القانون نقراو خالق المجرم بالصدفة خالق المجرم بالعاطفة ذا كامل خالق ولا على كل حال مقدر كائن. معناها ما قطعا ما انا متهمين جهه بذاتها ولا مجتمع وهيهات ان نعود متهمين الحكومه ولا الدوله نقدوا حق انا كقانون نقد نشم رايح التقصير نقد نبوب عليه نقد نقولوا يا خير نعرف على ان اللوره من الرئيس به اللي القضيه اكثر هي اضرار حقيقه بالرئيس والحكومه من احنا كمجتمع وعلى هذا الاساس طرا علينا على الامور ماشيه في اتجاه سليم وكنت كاع لا هنا نتصل بكم لياك الاجر وجبار، يقدموا في الحقيقة هذا ما هو من يلا فرصة، أنا جبرت لياك متواصلة
ولياك نعزيكم كاملين مجتمعين، ولياك نتبادلوا الاراء في الحر. القضيه ما هي قضيتي انا، قضيتنا كاملين. وبالتالي قلت اني ذاك ماني معدل، ويا غير بالنسبه للقضيه في حقيقته ماشي في اتجاه سليم. مع اني مولي ذكركم انا بحكم اني قانوني نعرف على عند الميدان تحكم السريه. بالتالي ياسر وشد الاخبار فيه ما هو يلا. نعرف انه هو كوني انا شخصيا نخطا ما هي اكبر من قدها. يا غير كون المجتمع الكويتي يخطا ما هو يلا. هذا البحث ابتدائي ما من يلا تشتد اخبار. يقدي عذران زيد عمر ردة فعل بشي ما هو زين عندي كي مثل خويا مشتر رحماني حاضر، يا خير ما مقبول من المجتمع الا عدل ما في صالح. فيه اللي سلام وراس راجين أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فيه اللي أحفاد المجاهدين اللي قال مولاي أنه أفضل من الناس كاملة، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين. معناها أحفاد المجاهدين ما لهم الخطأ يكون كيف يقولوا تعود صغيرة وممدوقة. وبالتالي الموضوع من الأولى أننا نستنكفوا عن شد أخبار ري ثم تؤخذ النتائج بشكل نهائي، ورانا ذيك الساعة نعود نعلقوا على رواية على بينة. هذا هو اللي مطلوب شرعا وهذا هو المصلحة. أكرر شكري وعرفاني بالجميل وتقدير الله إن شاء الله صلة مرحوم صلة رحم مقبولة منا كاملين، واقترح عليكم الجلسة رئاسة تعود عند سيدي والشمواد وعبد الله والحدد اللي منهم أكبر سنا واللي منكم عنده رأي شرفوا به ويصلتوا له، جزاكم الله خيرا.